إلهنا إلهنا لبيك وسعديك، والخير كله في يديك، والشر ليس إليك، نحن بك وإليك تباركت وتعاليت. إلهنا إلهنا ذكرك قوت القلوب وقرة العيون وسرور النفوس وروح الحياة وحياة الروح. إلهنا إلهنا ما طابت الدنيا إلا بذكرك ومعرفتك، ما طابت الدنيا ما طابت الدنيا إلا بذكرك ومعرفتك، ولا الآخرة إلا بقربك ورؤيتك، ولا الآخرة إلا بقربك ورؤيتك. يا حبيب التائبين، يا سرور العابدين، يا قرة أعين العارفين، يا أنيس المنفردين، يا حرز اللاجئين. إلهنا نسألك في هذه الليلة المباركة، في هذه الليلة الطيبة، في هذه الليلة المرجوة، في مكان محبب إليك، وليلة محببة إليك، بقلوب منكسرة وبأعين دامعة. اللهم وقفنا بين يديك رجالا ونساء، شيبا وشبانا، كبارا وصغارا، قد أجمعنا على سؤلك سؤالا واحدا ورجاء رقابنا من النار. اللهم اعتق رقابنا من النار. اللهم يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم. اللهم باعد بيننا وبين نارك، باعد بيننا وبين نارك، باعد بيننا وبين نارك، كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، اجعل بيننا وبين نارك أمدا بعيدا، أمدا بعيدا. اللهم حرمنا على النار، حرمنا على النار. اللهم إنا لا نقوى على النار، لا نقوى على النار، لا نقوى على النار. يا رب يا رب، اللهم أجرنا من النار، أجرنا من النار. يا ربنا يا ربنا يا ربنا، اللهم حرم على النار أن تمس أبشارنا. نسألك في هذه الليلة المرجوة ونحن عبادك، نحن عبادك قد وقفنا بين يديك نتضرع إليك. يا رب، يا من زينت جنتك لعبادك الصالحين، يا من فتحت أبوابها الثمانية في هذه الأيام المباركات، نسألك فضلك،
نسألك فضلك، نسألك فضلك إلهنا، إلهنا جد علينا برحمتك، جد علينا برضوانك، جد علينا بجنتك. اللهم يا حي يا قيوم اجعل الفردوس الأعلى مستقرنا. اللهم يا حي يا قيوم ما أنزلت في هذه الليلة من خير ورزق وبر وسعة رزق وفرج فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب. وما أنزلته في هذه الليلة من بلاء وشر وهم وغم وفتنة فاصرفه عنا وعن المسلمين. اللهم هذا الدعاء، هذا الدعاء، هذا الدعاء ومنك الإجابة، ولا حول لنا ولا قوة إلا بك. اللهم صل على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.